قالوا جبارة، قالوا قلبها قاسي، فين؟ بس اللي حواليك هنا عارفين ظروفك بالظبط، يعني ممكن أقرب ملك يقول الكلام ده، إنما اللي حواليك أنا عايشة وسطيهم، هم أهلي أكتر من أهلي الحقيقيين. أنا ست مصرية طيبة في حالها، بس حد يحركش لها تتجنن. ست طبيعية، يعني ست جاية مع جوزها من أسوان، مرت بظروف، ربنا كرمها بجيرانها كلهم ووقفوا معاهم موقف راجل، وماشي الحياة معايا الحمد لله. أنا اسمي حليمة محمد أحمد، جاي من قرية من أسوان اسمها الرمادي، وزدني شرف اتربيت فيها في الأرض وفي الزرع وفي كل حاجة مع والدي الله يرحمه، وجيت هنا مع جوزي، عشتي زي اي ست ما بتتجوز تروح مع جوزها بقى. جيت هنا مرة بظروف تعب، الحمد لله يعني لقينا جيراننا وقفونا على حنا وبعد ربنا سبحان الله وتعالى، وعايشين وسطيهم زي الفل والحمد لله. اول ما اتجوزت عروسة بقى كنت قاعدة، بس لما جت المحنة بقى والمرض وبتاع جوزي لازم اسند بقى، لازم الست المصرية زي ما بتعمل تسند جوزها وتسند اولادها. هما اتنين، اميرة الله يرحمها وبسمة، ان شاء الله عروسة دلوقتي هتدخل في 1/6 ان شاء الله. اميرة الله يرحمها تعبت فجأة كده، عملنا لها عملية قلب مفتوح وعاشت معانا 9 شهور وتوفت، ربنا يرحمها برحمة الواسع. الصعب ده اللي مخليني واقفة على رجليك، مش الصعب ما يهدكيش، صعب يقويك ما يهدكيش. انا والله كل ما تيجي المحنة بوقف، يعني انا بنهار جوايا بس ما بوريش عيلتي انا منهارة، لا انا بوقف ما بوريهمش، انا بوقف ووريهم انا يعني انا اقوى من المحنة دي تيجي كتير، هي جايبها لي ربنا هشوف قوتي عاملة ازاي. الصابرين ربنا عوضنا بيه، خد مني حاجة بس هو عوضني بولادي كلها. أنا في ناس بتجيني من والله من بلاد أنا ما أعرفهمش، يا أمي عايزة حاجة، يا أمي أنت محتاجة حاجة، يا أمي إحنا ولادك، يعني هم ولادي فعلا، مش حتى الزباين هم ولادي، يعني مش معنى بطاطس دي قصة طويلة مع الشباب هنا برضه مع أهل حتتي. يعني أنا كنت في الممر كده عندي صاحب الكافيه اللي عمل لي العربية الله يرحمه، وقاعدين بعمل شوية عدس، بعمل شوية بطاطس، بعمل العيال عجبتهم، يعني بعمل ولادي جنبي بس العدس الزبائن بتاكله، عملت شوية بطاطس العيال عجبتهم قوي، وكان في كتاب عجبتهم شوية البطاطس، قال لهم تعملي لنا كل يوم شوية، بقيت اعمل شوية شوية لغاية ما ربنا كرمني بيت ام اميرة بطاطس. لا هو انا مش تعبت، هو انا بكبر سنا بس مش تعبت، بكبر سنا، يعني الشباب ده ايه؟ ده شباب بالنسبة لي يعني، بس انا ست عجوزة، دخلت في الخمسينات دلوقتي يا باشا، هجوز بنتي ريحها وان شاء الله هيجيني رجل اعمال همشي على طول بقى. حاضر حبيبي، انا كل يوم اهددها بكده، والله كل يوم هتتجوزي وهسيبك وامشي اتجوز رجل الاعمال. علمتها يعني ماخده دبلون الكترونيات صنايع، وما ما ما فيش شغل، كانت تساعدني جوه، ما بحبهاش تطلع هنا، بس هي تساعدني جوه، تناولني حاجه، تعمل حاجه جوه، تقشر بطاطس، تقطع. اشتغل من قبل المغرب لغايه يعني 9 10 الصبح، وممكن 11 ممكن 1 على حسب الوقفه اللي انا واقفاها، يعني ممكن اهيس يعني مش ال 24 ساعه ما بننامش ساعتين على بعض، ولو نمناهم يعني جاني تليفون هو كلمته خلاص خدنا الخمس دقائق دي غفله وخلاص كده. إيه عشان بعمل نص مقليه واشيلها في صواني واعمل لها بروده كده، يعني ابردها كده واشيلها في علب وصواني، والصبح كده زبوني جاي من البيت عشان يمضي ويدخل شغله، بطاطسايه بلدي بتاخد نص ساعة وساعة الا ربع، تقعد في الطاسة، لو انتم ملاحظة عليا انا مخطة واحدة خضراء وواحدة تحميص،
يعني ما خليش الزبون يقف ويعمل زحمه ويعمل قلق في الشارع. لا بتحصل لك حاجات كتير يعني، بس الحمد لله جيراني بيقعدوا مثلا لغايه الساعه 2:30 3 بيبقوا حواليا يعني. هنا جيراني شغلهم بيبقى كده فاتح، وبعد ما بيروحوا بقى في حاجات كتير بتحصل، في قلق في ده مع اللي طالع بقى في الباي باي خالص، والناس اللي تعبانه وربنا يشفي كل مريض، بتحصل لك حاجات كتير. بتعملي ايه طيب؟ لا ما عشان بتصرف ساعات بتصرف يعني. لا اللي خد على الشقه ما فيش حد يوحشه، الست ولا الست. انا خدت على الشقه خلاص. اليوم اللي انا باجزه المفروض انام فيه ساعتين ولا ثلاثه، لا انا اجري اجيب انابيب بقى وانفض مخزني واشوف ايه اللي ناقص وايه اللي زايد. نعمل لقمة أنا وبنتي نتغدى، تعالي هتجيبي حاجة أجيبها لك. ببقى بلف يعني، مش عايزة أقعد في البيت. خلاص بقى أحلام إيه أنا، وبعدين العوض منه العوض. بتصيفي ولا بتتفسحي؟ لا 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 ولا بصيف، هنا أهو بصيف هنا أهو، بتفسح هنا أهو. بس ما بتوحشني بنتي بقى، أتوكل على الله أروح أسوان أقعد يومين ثلاثة، لاني قفلت معايا خلاص، اقفل شغلي واسافر خلاص. في ناس ما تفهمش يعني ايه يعني انت رايح عشان تزور، او رايح انت عشان عندك عيل متوفي. في ناس تحس، بس في ناس تانية يقول لك ده دلع، ماخدينه دلع. فضفض معاها جامد، وهي تحس بيا الله يرحمها وانا زعلانه، تحس بيا لما حد زعلني لازم تجيني في المنام لازم. بس الحمد لله ربنا عوضني ببسمه وعوضني باولادي كلهم. بقول لك حتى الزبائن بيقولوا لي يا ماما يعني ان لو لقوني زعلانه عايز يعملوا المستحيل، انت زعلانه ليه؟ والحمد لله رضا الله يجيب ربنا كله حلو.